بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. بالنسبة لدرسنا اليوم فهو درس في مادة التربية الإسلامية، مكون الحكمة، وعنوان هذا الدرس هو أختار الصحبة الصالحة. هذا الدرس يخص المستوى السادس. نتعرف أولا على وضعية انطلاق. معاد مستقيم الخلق، متميز في دراسته، انتقل بتفوق إلى القسم السادس هذه السنة، وبعد شهر أصبح يتأخر في العودة إلى البيت، وصار عصبيا مرة، وشاردا قليلا انتباه مرات، وفي أول مراقبة حصل على نتائج متدنية جدا. صدم والد معاذ بالأمر، فذهب به إلى الطبيبة التي أخبرته بعد الفحص أن معاذا يتعاطى نوعا من المخدرات، وأن عليه البقاء في المصحة من أجل العلاج. صدم الأب صدمة ثانية، ولما بحث عن السبب وجد أن ابنه تعرف أصدقاء جدد من ذوي الأخلاق السيئة. بالنسبة للسند فلدينا حديث نبوي شريف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يعني هذا الحديث يوضح لنا الفرق بين الصديق أو الصحبة الصالحة ورفقاء السوء. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين. إذن فلنقم بالإجابة. السؤال رقم واحد يقول: كيف أصبحت نتائج معاذة بعد شهر من الدراسة بالمستوى السادس؟ السؤال الثاني: ما هو سبب تدني نتائج معاذ في تحصيله الدراسي؟ ومن خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصاحب الصالح وغير الصالح؟ رابعا: ما الذي يمكننا أن نستفيده من صحبة الأخيار الصالحين؟ وآخر سؤال هو: ما هي النتائج التي تترتب عن مرافقة أصحاب السوء أو رفقاء السوء؟ نتعرف الآن على أجوبة هذه الأسئلة. بالنسبة لنتائج معاذ فإنها نتائجه أصبحت نتائج متدنية، والسبب في ذلك يرجع لرفقته السيئة الذين كانوا سببا في إدمانه على المخدرات. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الصاحب الصالح بحامل المسك تفوح منه رائحة طيب، وشبه الصاحب الغير الصالح بنافخ الكير الذي تفوح منه رائحة خبيثة. إذن ماذا نستفيد من مصاحبتنا للأخيار والصالحين؟ نستفيد من مصاحبتنا للأخيار أنهم يرشدوننا إلى الهداية والأعمال الصالحة، ويعلموننا الخير إذا جهلنا، ويسقوننا من طيب أقوالهم وحسن أفعالهم. وأما بالنسبة لرفقاء السوء فهم لا يرشدوننا إلى فعل الخيرات، وإنما يرشدوننا دائما إلى ارتكاب المعاصي، ويعملون على إتمام مصالحهم على حسابنا، وإن كان في ذلك ضرر لنا سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا. كملخص لهذا الدرس، إذا كانت الصداقة أمرا مهما في حياة الإنسان، ولا سيما أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد تحدث عنها بشكل كبير، يعني القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدت اهتماما باختيار رفيق أو صديقنا في حياة الإنسان. إلا أن هناك أنواعا من الصداقة التي يجب أن ينتبه إليها الفرد المسلم حتى لا تعود عليه بالضرر نتيجة الاختيار الخاطئ من البداية.
فهناك أنواع متعددة لهذا الصديق، يعني نجد صديقا خيرا وصالحا وصديقا سيئا. ومن هذه الأنواع صديق السوء الذي حذر منه الرسول الكريم في كثير من أحاديثه الشريفة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إياك وقرين السوء فإنك به تعرف. إذا عندما يرانا الناس مع رفقاء السوء فإنهم يظنون أننا نفعل مثلهم الأفعال السيئة وغير الصالحة. وقال أيضا: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الأحاديث الأخير: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، وهذا مثل الصاحب الصالح. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريح خبيثة. إذا من هذه الأحاديث النبوية يتضح لنا مدى خطورة رفقة السوء وما يمكن أن تعود به من ضرر على الإنسان، ويتضح من كل ما سبق قيمة الصحبة الصالحة ومصاحبة الأخيار من قيمة صحبة الأشرار. فماذا نستفيد من الصحبة الصالحة؟ فالصحبة الصالحة لا تجني منها إلا خيرا واستقامة وصلاحا، بينما الصحبة الطالحة السيئة لا يخرج منها إلا نكدا وفسادا وشرا. فلينظر دائما المؤمن الصحبة التي تناسب دينه، فدائما الصحبة الصالحة هي التي تأخذنا أو تأخذ بأيدينا إلى الجنة. إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا في مادة التربية الإسلامية أختار الصحبة الصالحة، وموعدنا في درس قادم إن شاء الله. أرجو منكم أن تشاركوا هذا الدرس على مواقع التواصل الاجتماعي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.